الثلاث أجهزة الأكثر وجودا بالسوق المغربية. إذا كانت سيارتك لا تدعم البلوتوث، يمكنك أن تجعلها بلوتوث من الآن فصاعدا. هناك ثلاث أجهزة هي الأكثر انتشارا في السوق المغربية، هنالك هذا الجهاز، هذا وهذا، يعني الثلاث هم نفس، لهم نفس الدور يعني، لكن الفرق بينهم هو كون أن الثمن يختلف والكواليتي تختلف. إذا كانت تدوم معك هذه لمدة شهر أو سنة على سبيل المثال، فهذه ستدوم معك 5 سنوات على سبيل المثال فقط. لن دعونا نبدأ بالأقل سعرا، هي هاتي، هاتي الأقل سعرا، عفوا، هاتي الكار جي 6. يعني كما نشاهد فشكلها جميل جدا، هذه تضعها في مكان كما نقول نحن الكهرباء، مزود الكهرباء بالسيارة، تضعها هنا، يعطيك منفذ USB port، يعطيك منفذ آخر للـ SD card، وهذا منفذ السماعات أو منفذ RG cable. وهنا كما نشاهد هذه الشانل حتى تستطيع التحكم بالشانل، وهذه حتى تغير الشانل، يعني طريقة التثبيت هي نفسها بالنسبة لكل هذه الأجهزة. ستجد هنا الكثير من الكلام، لا داعي، دعونا نضعها. في الأخير سأريك فيديو قصير لكيف يمكنك أن تثبتها على يعني سيارتك. هذه ثمنها لا يتعدى 60 أو 70، 75 درهم كحد أقصى. تدعم اليو اس بي تي فلاش أو اس دي كارد، السماعات، الموسيقى، والهاتف، يمكنك كل هذه الأشياء، بلوتوث فور موبايل فون. إذا كما نشاهد فول كوان بلوتوث ستيريو ميوزك. المهم سنقوم بشرح كيف يمكنك تركيبها مع السيارة. هذا هو الجهاز الأول، ثمنه لا يتعدى 70 إلى 75 درهم. دعونا نرى الجهاز الثاني، تقريبا نفس الثمن، إلا أن هذا يحوي 2 port USB كما نشاهد، تضعه في نفس المكان، يعني مكان مخصص للتزويد بالكهرباء. وهنا يمكنك الجواب من هنا على المكالمات وما إلى ذلك، يعني كما نشاهد. أيضا يمكنك تثبيتها بنفس الطريقة. إذا هذا هو الجهاز الثالث. ما الفرق بين هذا الجهاز وهذين الجهازين؟ أن هذا يحوي ريموت كنترول، وبالتالي يعطيك إمكانية التحكم عن طريق الريموت كنترول، وكذلك يعطيك إمكانية أن به شاشة أكبر، وبالتالي يمكنك مشاهدة كل شيء من على هذه الشاشة، عفوا، مشاهدة كل شيء، تضعه في نفس المكان كما سلف الذكر. هذا يعطيك إمكانية بور يو اس بي هنا، وشاشة أكبر يمكنك التحكم، شاشة ال سي دي يمكنك التحكم من خلالها، وهنا يمكنك التحكم في المكالمات، تي اف كارد هو الآخر، يعني نفس المميزات اللي بهم بهذا الجهاز، إلا أن هذا يزيد الريموت كنترول، وبالتالي يمكنك التحكم عن بعد. هذا ثمنه 120 درهم. بالنسبة للناس التي لم تجد يعني هذه الأشياء في مدينتها وما إلى ذلك، فيمكنك الاتصال بي وسوف أتحدث مع أحد بمدينة فاس، يمكنه إرسالها لك في أي مكان إذا أردت ذلك. إذا أردت يمكنك شراؤها من أي مكان. أنا شريت هذه الثلاث لدي على تقريبا خمس قطع، يمكنني أن أضع لك ك give away، ما عليك سوى كتابة comment، وإذا إذا كانت يعني إقبال كبير على هذه القطع فسأضع حلقة أخرى ك give away لمن سيفوز بها. أنا لا أملك سيارة حتى الساعة، وبالتالي فيمكنني إعطاؤها لك، يمكنك الاستفادة منها. كيف يمكنني تركيب هذه القطع؟ خليك معي وسوف أشرح لك كيف تركب هذه القطع. إذا شاهد معي، كل ما ستحتاجه أنك تضعها في هذا المدخل الذي يوجد بجل السيارات. ثم سنحتاجه هو الـ FM راديو أو تردد الـ FM راديو. نضع هنا تردد على سبيل المثال، هنا وضعنا 87.5، وكما نشاهد نضع 87 كذلك فاصلة
5 هنا وسيشتغل معنا الراديو وسيزود بالبلوتوت. كل ما عليك الآن فعله هو توصيل هاتفك بنفس البلوتوت الموجود بتلك الآلة هذه الجي الكار جي 6 كما نشاهد اسمها الجي 7. نقوم بتوصيلها، بعد ذلك ستتوصل السيارة بأسرها أو جل السيارة ستتوصل بالبلوتوث. يمكنك بعد ذلك تشغيل الموسيقى وتشغيل أي شيء من على جهازك ويشتغل في السيارة، حتى ليزابيل أو المكالمات يمكنك الإجابة عنها، وكذلك يمكنك استعمالها حتى للإجابة عن المكالمات لكونها تحوي FM راديو، لكونها تحوي يعني عفوا تحوي ميكروفون، نعم لكونها تحتوي على ميكروفون، وبالتالي يمكنك استعمالها لجل الأغراض وتصبح سيارتك بها البلوتوث ويمكنك توصيلها بالبلوتوث. كانت هذه حلقتنا اليوم. كل جل هذه الأجهزة سأضع عليها giveaway في القناة، يعني أتمنى أن تكون حلقة نالت إعجابكم من صميم القلب. لا تبخلوا علي بالضغط على زر لايك وسبسكرايب. بمجرد وصول القناة لمئة سبسكرايب سأضع giveaway لجل هذه الأجهزة. لدي 5 قطع سوف أضعها giveaway لكم لمتتبعي القناة. شكرا لكم وإلى اللقاء.